وللمزيد معنا هاتفيا دكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي. بعد التحية، رؤيتك لأول جلسات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية واللي بتتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية على غزة، وقالت يمكن في ملفها المؤلف من 84 صفحة إن إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة المسؤولين الذين حرضوا علانية على الإبادة الجماعية. نعم، أهلا أستاذة دينا. هذه المرافعات المداولات الأولى للدولة المدعية أمام المحكمة جنوب أفريقيا أثبتت جلاء ودون ثمة شك أن الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في هذه الدعوة تم اختياره بكل دقة وحرفية ومهارة. قانونيون دارسون لاختصاصات المحكمة الدولية ودارسون أيضا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على جريمة الإبادة الجماعية، وهذا الفريق من المؤكد أن وراءه فرق أخرى مختلفة إعلامية قانونية سياسية اجتماعية ثقافية، فرق عدت الأدلة النافذة والبراهين الصارخة التي تثبت أن إسرائيل انتهكت انتهاكين الانتهاك الأول أن هناك أفعال وأصناف محددة عدلتها أفريقيا لهيئة محكمة. هذه الأعطاف الأشكال والأدوات التي تمثل يعني من واقع خبرة حضرتك القانونية، ما مدى نجاح جنوب إفريقيا في إصدار قرار يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع تفاقم الوضع أثناء طبعا البت في القضية، خصوصا أن احنا في أوضاع كارثية الآن في غزة، وبطل من حضرتك أن يعني الحصول على مكان في شبكة أقوى للاستماع أكثر لحضرتك؟ عفوا اذا كان الصوت بعيد، ولكن صحيح. اعتقد الان الصوت الآن أحسن. واضح. صحيح حضرتك استاذه دينا، المساله يعني مساله اثبات القصد الخاص في ارتكاب جريمه الاباده الجماعيه هي من اصعب المسائل القانونيه التي يمكن لاي محكمه دوليه او وطنيه ان تثبتها حتى تقضي بان هذه الدوله، سواء كانت صربيا ضد البوسنة والهرسك في مذبحة سربرينيتشا، سواء الآن المحكمة منعقدة أيضا في دعوة أخرى دولة جامبيا الإسلامية ضد ماينمار، سواء أيضا المحكمة منعقدة للفصل في دعوة أيضا إبادة روسيا للأوكرانيين في أوكرانيا الدعوة منذ عام 2023. المسألة صعبة، ولكن اليوم الفريق القانوني أكد للمحكمة أن التدابير الوقتية التي طلبتها جنوب أفريقيا في مذكرتها يوم 29 ديسمبر العام الماضي هي أولى وأهم من التدابير التي اتخذت واتخذتها بالفعل المحكمة العدل الدولية سواء ضد روسيا العام الماضي أو أيضا ضد ماينمار في القضية التي رفعتها جامبيا، لأن هناك أدلة مهمة جدا أهمها التصريحات والبيانات الرسمية للمسؤولين الإسرائيليين أن هناك نية لارتكاب الإبادة الجماعية. يعني حضرتك بتتحدث عن أن هناك نية. مظبوط، نية خاصة وليست نية عامة وفقا للمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية. فعلا وفق يعني مقتضيات الحال أو وفق ما شاهدناه وتابعناه من أدلة، أستطيع الزعم بأن جنوب أفريقيا حتى الآن وقبل مرافعات إسرائيل فلحت جنوب أفريقيا في إثبات توافر تلك النية، في إثبات توافر أشكرك هذه النية الخاصة في إبادة جزء يا أستاذة دينا أو كل، لأن الإبادة الجماعية ليس بالضرورة أن تتحقق بإفناء كل الشعب الفلسطيني في غزة. فأعتقد أن المحكمة وهي محكمة مخبرة والهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وقضاتها يدركون فعلا
ماهية القصد الخاص في إبادة جزء أو كل. ثم أيضا النهاردة الفريق القانوني استشهد بأهم أدلة من وجهة نظري الفقيرة، وهي التصريحات الرسمية للمنظمات الدولية الحكومية، وفي الصدارة منها السيد غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمات ووكالات أخرى متخصصة منها الصحة العالمية، اليونيسيف، اليونسكو، الفاو وهي الأغذية والزراعة، اليونسكو، الأونروا، اليونيسيف. كل هذه الوكالات والهيئات المتخصصة متضمنة وتؤكد الإبادة الجماعية في غزة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي.